مساء الخير على كل متابعيني، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة جاي لكم فيديو جديد هوريكم انا بخزن الفاصوليا ازاي، طريقة حفظها بعمله ازاي. إيه طبعا انا ولا بحطها في مية سخنة ولا مية باردة ولا الكلام ده كله عشان ما تفقدش فوائدها والقيمة الغذائية بتاعتها. فانا النهاردة جاي لكم هقول لكم بقى هنعمل ايه. انا معايا الفاصوليا بتاعتي اهي، غسلتها طبعا الاول قبل ما اقطعها عشان ما تفقدش، عشان المية ما تخشش جوه الياف وتفقد الفوائد بتاعتها. وبعدين قطعتها، وبعدين جبت صينية كده حطيتها على النار، هحط فيها بقى، هنزل عليها بقى بشوية زيت، وأول ما الزيت بتاعنا ده يسخن أنا حطيت فيها زيت أهو. طبعا أنا ما أنا أنا على طول بخزنها بالطريقة دي، مستنى للسنة. هي الفاصوليا دلوقتي موجودة، فانا قلت اجيب كمية واخزنها برضو في رمضان بتنفع، وفي اي وقت ما فيش فاصوليا فيه، لأ انا عيالي بيحبوها جدا فبتنفع لي. فانتوا جربوها كده هتعجبكم جدا. يلا هبتدي بقى انزل على الزيت كده بعد ما اسخن بالفاصوليا الخضرا بتاعتي. طبعا انا جايبه كمية كبيرة، فانا هعملها على كذا مرة، وهبتدي بقى اقلبها كويس جدا، وهحط عليها رشة ملح ورشة فلفل، رشة فلفل بسيطة جدا. وأول ما تبتدي لونها كده، كل ما بقلب فيها لونها بيخضر أكتر زي ما انتوا شايفين، هبتدي بقى اطلعها من الزيت. وبعد كده بقى احط كمية تانية، برضو بنفس الطريقة احط عليها شوية ملح وشوية فلفل، واول ما لونها كده يخضر جامد هطلعها. وهي كمان الفاصوليا بتاعتي اهي، بعد ما خرجت هي طبعا لسه سخنة، انا هسيبها تبرد. واول ما تبرد هي كده خلاص بردت معايا، هجيب بقى الكيس بتاعي، الكيس بتاعتي اللي انا هحفظها فيها، وابتدي املاها. هي كده خلاص بردت معايا خالص عشان اقدر امسكها. طبعا هفضي طبعا الكمية اللي انا برضو عملتها تاني، انا كل ده عشان اوريكم انا بعمل فيها ايه. هاي كده بعد ما حفظتها في الكياس بتاعتي، طبعا الكياس انا لزقتها كده، ممكن لو عندك شمعة اي حاجة سخنة، مكوة سخنة، تقفلي بقى الكياس وبعدين بتقطعي الجزء الباقي ده. فانا عملتها كده، وهي كده خلاص انا بقى كده المفروض هحطها بقى في الفريزر. بصوا منظرها وشكلها، شكلها جميل على فكرة. انا كده بقطعها بقى بعد ما لزقتها كده، بقطعها بالسكينة، طريقة حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا. هي كده خلاص جاهزة معايا. طبعا انا هطبخها لكم النهاردة، انا عندي قديمة من السنة اللي فاتت، فهطلعها بقى من الفريزر، طلعتها من الفريزر من ساعتها، وهوريكم بقى بتتطبخ كمان ازاي. شكلها شبه بتاعت بره بالظبط، لا تجيبه من بره ولا دي حاجات انتوا عاملينها في البيت نظيفة عارفين معمولة ازاي. ودلوقتي بقى هطبخها لكم، هجيب حلة احطها على النار،
احط فيها شوية زيت. طبعا لو انتوا لسه بقى جايبين الفاصوليا ومش مخزنينها هتعملوا ايه بقى؟ نفس الطريقة اللي احنا عملناها واحنا بنخزن، هنجيب بصلية كده متقطعة صغيرة وهديها شروحة بسيطة، انا مش عايزاها تتحمر. اول ما تتشوح معانا هنزل بقى بالفاصوليا هي كمان. هي كده خلاص البصلية اعتبرت اتشوحت معايا، هنزل بقى بالفاصوليا بتاعتي. طبعا لو اي حد لسه جايبها من السوق بيعملها يعمل نفس اللي عملته برضه، هيديها تشويحه كده، مش هيحط الصلصه الاول وبعدين تسبك وبعدين يحط فاصوليا، لا هيديها تشويحه كده مع البصله، وهيجي ايه بعد ما تشوح بسيط كده هيجي حاطط الصلصه. فانا اهو بعملها لكم برضه بنفس الطريقه لكني مش مخزناها. وبعد كده هحط بقى صلصة الطماطم بتاعتي. طبعا الطماطم بتاعتي بتاع كيلو ولا ربع طماطم كده، وحط عليه معلقتين صلصة برضو عشان تدي اللون اللي انا عايزاه الصلصة. طبعا الطبيخ عامة والخضار محبش الصلصة تكون تقيلة، فانا بقى عندي شوربة هزودها بقى بالشوربة. هحط ملح وفلفل. الصراحة الطريقة دي مخليه طعم الفاصوليا خطير خطير، طعمها لذيذ جدا وكده طعمه مختلف من زي الفاصوليا العادية اللي بتتعمل. وكمان هحط معايا كام فص توم بعد ما خدت غلوة كده، هحطهم معايا مفرومين وهغطي بقى عليها واسيبها. اول ما تستوي هغرفها لكم واوريكم بقى شكلها عامل ازاي. هي كده خلاص استوت معايا وهي شكل الفاصوليا. بصوا اللون الاخضر بتاعها جميل ازاي، وما اقولكمش بقى على طعمها، طعمها لذيذ جدا 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 والله هتعجبكم، جربوها كده. وفي نفس الوقت مش هنفقد القيمه الغذائيه بتاعتنا. بحبكم في الله، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك. مع السلامه يا احلى متابعين.